يا صباح الفل عليكم. الساعتين ونص صباحا. لا مش سهران، مش سهران، ما بقيتش اعمل الحاجات دي. نمت امبارح الساعة 10 وصحيت الساعة 1، عشان طبعا بضرب الجزم عشان رايحين نصطاد. انا من وانا صغير بحب الصيد، وليا واحد صاحبي اسمه كريم ممدوح، صديقي واخويا من واحنا عيال صغيره، وحضرنا مع بعض كل حاجه، كل المشاكل وكل الايام الحلوه، وكل يعني حاضرين مع بعض كل حاجه. المهم لقيت كريم بيكلمني بيقول لي هنروح نصطاد في بلطيم. طبعا مش هفوت الفرصه، ف 24 اور ميشن ستارتس ناو. المشكلة بقى ان انا لازم انقل الدهية دي للعربية لوحدي. الشارع هو لا يا حبيبي صباح الخير، فرحان فوطة جبت كل ده. البرولوس، هي البرولوس. السلام عليكم. لسه واصلين المركب. مركب الصراحة على قديمه، شكلها خطير. بصوا اصلا المراكب اللي حوالينا عامله ازاي، وبعدين دي المركب بتاعتها، دي الاوضه اللي احنا هنبات فيها. شبابيك يقدر يخش لك منها هواء. ده المطبخ، تواليت، اوضه القبطان. لا ده فيش فايندر وده جي بي اس، ده فيش فايندر تاني. دي رصه كوبايات الشاي. ماشي، عرف الناس بيك. انا ابو حماده، احمد الخميس. ماشي، بقالك قد ايه هنا في ال 30 سنه. 30 سنه الله اكبر. بس انا في البحر يعني سافرت وركبت واوير واشتغلت عند الاجانب وكده، واللي جرب والطلاينه والحاجات دي. بلغه المركبيه دايما لما بنيجي نتحرك من حته يقول له ايه؟ يقول له على الله. يقول له على الله يوم ما اتحرك على الله. عم رجب احكي لنا بقى قصتك. مولود في البحر؟ انا ماليش شغل في البحر. والله هنا ورحت السعوديه ورحت ليبيا. طب بتحب انهي بحر اكتر، الاحمر ولا الابيض ولا لا إيه؟ الابيض. الابيض اشمعنى؟ في الصيف زي ما انت شايف كده بيبقى اخر النهار الجو يعني شويه، وبعد كده ايه؟ لا طبعا مش الشوي بتوعها اللي هم اخر النهار دول بيبقى فيه يعني شويه، بعد كده يجي الليل. طب هنصطاد ايه النهارده عم رجب؟ ان شاء الله تونه. تونه العنيد. الحته اللي احنا رايحينها 8 ساعات من المينا، عدينا منهم 6 ساعات فاضل ساعتين، واول ما ركبت على المركب اللي دور بحر حصل بقى اللي حصل. بعد الغدا جه كده لما وصلنا لاول بريمه. عاده السمك بيبقى مستخبي تحت البريمه عشان بيبقى فيه الطحيلات، السمك الصغير بياكلها والسمك الاكبر منه بياكل السمك الصغير، السمك الاكبر بياكل السمك ده وهكذا لغايه لما بيبقى السمك الكبير موجود. وغير الفضلات اللي بتترمي كمان من البريمه من الناس اللي عايشين هناك، بتخلي يبقى فيه حياه مائيه تحت البريمه دي. فبندور دايما تحت البريمات نشوف اذا كان في سمك ولا لا. انا يا راجل
ولا سمكه تحت البريمه دي. هنروح البريمه اللي بعدها دلوقتي. تاني بريمة دلوقتي. ظهرك بدأ يطلع سمنه اهو. اه 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 الله 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 مرتين مرتين في نفس اليوم. أساسا كل ده هيطلع بره. المهم ان احنا جبنا تونية. الجاذبية بتيجي ناحية راسي دلوقتي، عند راسي دلوقتي بقت عند رجلي. صباح الخير. صباح الخير. يا ابو حمادة يا صباحك زي العسل. صباح الخير. اتفضل يا حبيبي. ايدك يا ابو حمادة يا جميل. منور يا ناصر. نورك يا ابو. صباح الفل. صباح القشطه. الساعة 5 الصبح وجينا عند نفس البريمه اللي اصطدنا من عندها امبارح، والسمك ابتدى ياكل اهو. جبنا تونية كمان صغيرة، التونة الصغيرة بيسموها بلاميطة. A 24-hour mission, will you complete? Complete!